هذه مالمو سويدية وهذه هي واجهتها، هكذا تشرع أزقتها لتستقبل زوارها بدون مكياج ولا عمليات زينة. من قال إنها لا تشبه الجزائر؟ شاهدوا الأوساخ، إنها مترامية في كل مكان هنا. بالنسبة لي مالمو هي مدينة الثقافة وتحظى بالعديد من الجنسيات. لدينا المسارح وتنوع الأكلات والمطاعم العالمية، وهي مسقط رأسي. عائلتي وأصدقائي هنا، وأنا أحمل الكثير من الذكريات الجميلة. كثرة السيارات وازدحامها يخنق المرء. السويد تحفظ بناياتها القديمة. بالنسبة لي مالبو هي المدينة التي أستطيع أن ألتقي فيها بأشخاص من مختلف أنحاء العالم. إنها المدينة التي أعمل بها وأظن أنها رائعة جدا، كما أحب المناطق خارج المدينة لأنني ألتقي بأشخاص آخرين. إنه أمر رائع. هنا لا أحد يهتم للبيئة إطلاقاً. ومن قال إن الجزائر لا تشبه السويد؟ إنها نسخة طبق الأصل عنها فعلاً.